التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش. مرحبا بكم. شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامته في واشنطن في إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، حيث أكد الرئيس السيسي على الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار داخل الولايات المتحدة. كما عقد الرئيس السيسي اجتماعا آخر مع أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الديمقراطي والجمهورية، وشدد خلاله الرئيس السيسي على استراتيجية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وحرص مصر على تعزيز تلك العلاقات. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في إفطار عمل مع عدد من القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أكد على استراتيجية ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، معرباً سيادته عن تقدير مصر للدور الذي يقوم به مجلس النواب الأمريكي في تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطلع لمواصلة الارتقاء بهذه الشراكة وتعزيزها في مختلف مجالات التعاون الثنائي في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، مؤكداً سيادته الحرص على التواصل مع مختلف دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين إزاء مختلف القضايا. من جانبهم، أعربت القيادات الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مؤكدين على أن مصر تمثل حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط، ومعربين عن التقدير لدور مصر المحوري كركيزة للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط والقارة الإفريقية، إلى جانب جهود مصر الناجحة في التصدي لخطر الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء مفاهيم التسامح الديني ومساعيها المتزنة الرشيدة بقيادة السيد الرئيس للتوصل إلى حلول لمختلف الأزمات التي تمر بها المنطقة. كما التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن أعضاء تجمع أصدقاء مصر في الكونغرس الأمريكي أكدوا أن الولايات المتحدة الأمريكية لن تنسى فضل مصر في فتح باب السلام ونشر ثقافة التعايش المشترك في منطقة الشرق الأوسط. تظهر القمة الأمريكية الإفريقية التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه إفريقيا، حيث تؤكد القمة على أهمية العلاقات الأمريكية الإفريقية وزيادة التعاون بشأن الأولويات الدولية المشتركة. مستقبل العلاقات الأمريكية الأفريقية ملامح ترسمها قمة قادة الولايات المتحدة وأفريقيا، وذلك على مدار 3 أيام في واشنطن بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي. السفارة الأمريكية بالقاهرة أكدت أن مشاركة مصر في القمة ستساعد المنطقة وتعزز العلاقات الأمريكية المصرية وكذلك العلاقات الأمريكية الأفريقية في إطار العمل معا لمواجهة التحديات العالمية. القمة تظهر التزام الولايات المتحدة الدائم تجاه أفريقيا وتؤكد على أهمية العلاقات الأمريكية الأفريقية وزيادة التعاون بشأن الأولويات الدولية المشتركة. قمة تلتئم على القيم المشتركة لتعزيز المشاركة الاقتصادية الجديدة بشكل أفضل والتخفيف من تأثير وباء كورونا والأوبئة المستقبلية. القمة المشتركة تستهدف كذلك العمل بشكل تعاوني لتعزيز الصحة الإقليمية والعالمية وتعزيز الأمن الغذائي وتعزيز السلام والأمن والاستجابة لأزمة المناخ. الرئيس الأمريكي جو بايدن أكد أن استضافة بلاده للقمة الثانية مع قادة دول أفريقيا تثبت التزام واشنطن الدائم تجاه القارة الواعدة وتؤكد أهمية تعزيز سبل التعاون بشأن الأولويات العالمية المشتركة.
بايدن أعرب كذلك عن تطلعه للعمل مع الحكومات الأفريقية والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومجتمعات الشتات والمغتربين، وذلك في جميع أنحاء الولايات المتحدة، لمواصلة تعزيز رؤية بلاده المشتركة لمستقبل العلاقات بين الولايات المتحدة وأفريقيا. وكانت الولايات المتحدة قد استضافت أول قمة أمريكية أفريقية استمرت 3 أيام، وذلك في عام 2014 بمشاركة ما يقرب من 50 زعيماً أفريقياً. وفي قلب القارة السمراء رسخت مصر أسس تعاون مشترك مع دول إفريقية سياسيا واقتصاديا وثقافيا وشعبيا وأمنيا وحتى إنسانيا. فخلال العقود الماضية وظفت مصر قدراتها البشرية وخبراتها وإمكاناتها ومكانتها الدولية لتعظيم مصالح شعوب القارة الإفريقية. عناصر عديدة تتكامل وتتناغم استطاعت أن تعيد مصر لريادتها ومكانتها أفريقياً، بل تخطت ذلك لتصل إلى مرحلة إطلاق مبادرات من شأنها دعم الدول الأفريقية والتوجه إلى طريق تعزيز العمل الأفريقي المشترك ارتكازاً على الرصيد الكبير الذي يوفره البعدان التاريخي والجغرافي. رسخت مصر أسس تعاون مشترك مع دول القارة سياسياً واقتصادياً وثقافياً وشعبياً وأمنياً وحتى إنسانياً. تعاون بناء ومشترك توظف فيه مصر قدراتها البشرية وخبراتها وإمكاناتها ومكانتها الدولية لتعظيم مصالح شعوب القارة الأفريقية. باتت الاستراتيجية المصرية واضحة نحو القارة الأفريقية لا سيما في الأزمات، حيث ترجمتها العديد من الأحداث والخطوات خلال رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وما أعقبها، ولعل أبرزها دعم مصر لأشقائها الأفارقة في ملف مكافحة فيروس كورونا. فقد قدمت مصر مساعدات إغاثية تتعلق بالجائحة لدول القارة، وتكلل ذلك بسعيها لإنتاج اللقاحات المضادة للفيروس والتوسع في الإنتاج والتصدير للقارة السمراء، باعتبار أن مصر هي الدولة الأفريقية الوحيدة التي تنتج اللقاحات. ولم يتوقف الدعم التنموي المصري للقارة الأفريقية في المجال الصحي عند توفير اللقاحات، بل تعاظم بتنسيق مصري لإنشاء مستشفيات بعدد من دول القارة منها غانا وجيبوتي، فضلا عن جهود سابقة في نقل الخبرة المصرية في علاج فيروس سي ومرض الملاريا إلى دول القارة ككل من خلال إرسال كوادر طبية، فضلا عن مبادرة علاج 1 مليون أفريقي من فيروس سي ضمن مبادرة 100 مليون صحة، حيث تسعى مصر لتعميمها على الدول الأفريقية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. كما ارتكزت السياسة المصرية تجاه أفريقيا على مسارات متوازية عدة، أهمها مسار التنمية وزيادة التجارة بين دول القارة الأفريقية والتوسع في مشروعات ريادة الأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن الأفريقي. وعلى رأس هذه المشروعات كانت مشروعات المياه، حيث نفذت مصر أعمال إنشاء سدود ومحطات مياه شرب جوفية، كما حفرت أكثر من 100 بئر بعدد من الدول الأفريقية. وعلى صعيد الإنشاءات تتواجد الشركات المصرية بداخل 23 دولة أفريقية عبر تنفيذ حزمة ضخمة من مشروعات البنية التحتية وأعمال الطرق الكبرى، أحدثها التعاقد على تصميم وتشييد سد ومحطة روفيجي للكهرباء في تنزانيا. ولعل من أهم وأكبر المشروعات التنموية المصرية بالقارة السمراء هي مشروعات الربط بين مصر وأفريقيا من خلال قطاعي النقل والمواصلات والكهرباء، وأهمها مشروع القاهرة كيب تاون والربط الكهربي بين أفريقيا وأوروبا، ومشروع الربط المائي بين مدينة الإسكندرية وبحيرة فيكتوريا، وكذلك السكك الحديدية للربط بين دول القارة. وعلى صعيد آخر، تتخذ مصر مسارا سياسيا تتبنى فيه القضايا الأفريقية في المحافل الدولية وتدافع عنها من أجل تحقيق العدالة الاقتصادية والتنموية بين الدول الغنية والفقيرة، وبذل الجهود لمساعدة أفريقيا لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. كما تلعب مصر دورا محوريا لتسوية الأزمات والصراعات والحروب التي تقف عائقا أمام التنمية والاستقرار في القارة. ولم تغفل مصر التغيرات المناخية، خاصة بعد أن أصبحت إحدى الدول المركزية في التعامل الدولي مع قضايا المناخ، فأطلقت مصر المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة نيابة عن القارة الأفريقية في 2015 كإطار فعال لحشد الاستثمارات لقطاع الطاقة المتجددة، فضلا عن تأكيدها الدائم على أهمية دعم دول القارة السمراء وتمويلها للتكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ، والتي تكللت باستضافتها قمة المناخ كوب 27. هذا وسعت مصر خلال الآونة الأخيرة إلى تأسيس رؤية وفكر جديدين لإدارة مصر علاقاتها مع الدول الإفريقية،
هذه الرؤية تستند إلى تحقيق المصالح والمكاسب المشتركة والارتقاء بمستويات التعاون على جميع الأصعدة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن القمة الإفريقية الأمريكية تهدف لزيادة الثقة والتعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الإفريقية على أساس تحقيق النمو المستدام في إفريقيا. وأضاف بلينكن في كلمته في افتتاح فعاليات منتدى الأعمال الأمريكي الإفريقي أن بلاده ستقدم تمويلا ضخما تساعد فيه على تنفيذ بعض الخطط والمشاريع المتعلقة بالتنمية المستدامة في إفريقيا لخلق تغيير حقيقية. خلال الأيام القليلة المقبلة سنعلن عن استثمارات إضافية لتسهيل مشاركة الطلاب في برامج التبادل بين بلدينا وزيادة الفرص التجارية لأعضاء المهجر الأفريقي ودعم رواد الأعمال الأفارقة والشركات الصغيرة. الهدف من هذه الاستثمارات هدف شامل واحد، وهو مواصلة بناء شراكتنا حتى نتمكن من معالجة التحديات المشتركة التي نواجهها بشكل أفضل. كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة تعي أن الدول الإفريقية تتسبب بشكل ضئيل في أزمة التغير المناخي، ورغم ذلك تضررت بشكل كبير. كما أشار بلينكن أنه من غير الواقعي مطالبة إفريقيا بوقف خطط التنمية بدعوى التحول إلى الطاقة النظيفة. نحن نعلم أن الدول الإفريقية قد ساهمت بشكل ضئيل نسبيا في هذه الأزمة، ولكنها تضررت بشكل غير متناسب من جرائه. ومن الظلم وغير الواقعي أن نطلب منهم أن يديروا ظهورهم للتنمية الاقتصادية والفرص باسم التحول إلى الطاقة النظيفة لهم. في الواقع للتخلي عما فعله الكثير منا في الماضي في تطوير بلداننا واقتصاداتنا، ولذا فإننا نعتقد أن أفضل طريقة في الواقع، الطريقة العادلة لمعالجة أزمة المناخ في إفريقيا، هي العمل معاً. وجه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي التهنئة لدولة قطر على النجاح في تنظيم كأس العالم، الأمر الذي يؤكد على قدرة الدول العربية على تنظيم كبرى المحافل الدولية. وخلال لقائه رئيس مجلس الشورى القطري حسن بن عبد الله الغانم، أعرب المستشار الدكتور جبالي عن تطلع مصر لتعزيز التعاون الثنائي المصري القطري في شتى المجالات، خاصة على الصعيد البرلماني. ووقع الجانبان بروتوكولا للتعاون بين مجلس النواب المصري ومجلس الشورى القطري الذي يشتمل على عدة أطر وآليات لتعزيز التعاون البرلماني المصري والقطري وتنسيق المواقف البرلمانية المصرية القطرية في كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية تجاه القضايا العالمية والإقليمية محل الاهتمام المشترك. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تتحمل أعباء مالية كبيرة عن المواطنين في إطار الدعم والخدمات المقدمة لهم. وخلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد مدبولي أن هناك شكاوى بشأن عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية، مشددا على ضرورة وضع الأسعار على كل السلع.
زي ما انتوا حضراتكم عارفين عن المواطن أعباء مالية كثيرة جدا 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 في ضوء الدعم اللي بنقدمه، في ضوء الخدمات اللي احنا ما زودناش أسعارها، وحاجات كثيرة جدا النهاردة الدولة بتتحملها، وكل ده هدف واحد ان احنا نخفف عن المواطن الأعباء المعيشية اللي هو فيها. فما ينفعش في مقابل هذا الكلام نجد يعني البعض أو فئة من التجار بيستغلوا الأزمة والوضع ويبدأوا يبلغوا في تسعير بعض السلع والمنتجات بدون أي سند وبدون أي منطق في هذا الشأن. فعشان كده احنا كن حرصنا الشديد ان احنا صحيح بنحافظ على توازن السوق وتوافر السلع في السوق، ولكن في نفس الوقت ده واجب الحكومة ومسؤولية أجهزتها ان احنا نضمن ان السلعة بتتوفر بسعر عادل. ده الشيء الأهم. فعشان كده الحقيقة احنا يعني ناقشنا هذا الموضوع بصورة موسعة، ويعني اللي لمسناه من المشاكاوى الكثيرة جدا ان هناك العديد من المنافذ التجارية، ويمكن خلينا نتكلم يعني بمنتهى الشفافية اللي بنتكلم على المنافذ هنا، المحلات الصغيرة او بعض الاماكن الكبيرة حتى الخاصة اللي ما بيبقاش هناك وضع للسعر على السلع، بمعنى السلع موجودة ومعروضة ولكن ما فيش سعر، المواطن يجي ياخد السلعة يقول له لا ده الرقم بكذا. هذا الشأن غير مقبول على الإطلاق، وقوانيننا ولوائحنا بتؤكد على ضرورة وضع الأسعار على كل السلع أيا كانت نوعيتها وجودتها ومستوياتها. وبالتالي هنا أنا بتكلم على يعني أيا كانت منافذ البيع الكبير والصغير فيها، لابد أن يكون هناك سعر معلن ومحطوط على السلعة. وشدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أن الدولة لن تسمح بأي نوع من المغالاة واستغلال المواقف، مؤكدا أن الدولة ستتخذ كل الإجراءات الممكنة لضبط الأسعار. وخلال المؤتمر الصحفي أشار مدبولي إلى إعطاء مهلة لمدة أسبوعين لكل المنافذ التجارية لوضع بطاقات أسعار للسلعة. الدولة مش هنسكت على أي نوع من المغالاة واستغلال الموقف ومحاولة يعني الحصول على مكسب زائد عن المنطق في أي سلعة من السلع. وكل أجهزة الدولة تم تكليفها بهذا التوجيه في خلال اجتماع المجلس النهاردة، وزي ما قلت لحضراتكم هذا العمل هيبدأ على الفور بعد ما يكون تم وضع كل الآليات. قدامنا أسبوعين فيما يخص موضوع ان يبقى فيه سعر محطوط على كل السلع، وفي نفس الوقت على الجانب الاخر هننسق مع اتحادات الغرف واتحاد الصناعه فيما يخص السلع الاستراتيجيه ان يبقى معروف مداها السعر ايه، بحيث مره اخرى يبقى المواطن عارف لما بيروح في اي مكان السعر الموجود في ظل الرقم المعلن واللي هيبقى بيحدث. احنا مش بنجمد حاجه، ولكن طبقا للمستجدات بيبقى بيحدث بصوره دوريه عشان نتاكد ان هو السعر العادل للسلعه. استهل مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع الحكومة اليوم بالإشارة إلى أهمية مشاركة السيسي في القمة الأمريكية الإفريقية، لافتا إلى أن القمة ستمثل إطارا لطرح الموضوعات التي تهم الدول الإفريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الإفريقية الأمريكية ودفع مجالات التعاون.
هذا وتناول الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع نتائج زيارته أمس إلى توشكا لتفقد سير الأعمال بمشروع تنمية منطقة جنوب الوادي، معتبرا أن ما يتم هناك يمثل ملحمة من الجهد والتنسيق على أعلى مستوى، سواء في تنفيذ أعمال البنية الأساسية وتجهيز الأرض واستصلاحها للزراعة. وطالب رئيس الوزراء خلال الاجتماع بأهمية قيام الوزراء والمسؤولين بالتعقيب الفوري والتوضيح للرأي العام ووسائل الإعلام بشأن أي قضية مثارة على الساحة تستحوذ على اهتمام المواطنين، وإتاحة البيانات والمعلومات للرد، وذلك بما يسهم في منع إثارة البلبلة، مؤكدا على التنسيق المستمر بين مختلف الوزارات والجهات المعنية فيما يتعلق بهذه الملفات. قام رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي صباح اليوم بمتابعة تنفيذ مشروعي مدينة اللقاحات والبيوتكنولوجي وشركة تصنيع الضمادات الطبية الحديثة بالإسماعيلية، حيث شدد مدبولي على أن الهدف من المشروعين هو توطين صناعات اللقاحات البشرية والبيطرية بالتعاون مع الشركات العالمية، لافتا إلى أن مصر بذلت جهودا كبيرة من أجل توفير اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 منذ ظهورها في عدد من دول العالم وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي. من جانبه أعرب ممثل الشركة العالمية الشريكة بمشروع مدينة اللقاحات عن تقديره للتعاون القائم في هذا المشروع مع نخبة من العلماء والمتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وغيرها من الدول الأخرى، موضحا أن الشركة قدمت في مصر و20 دولة أخرى لقاحات ذات كفاءة عالية لعدد من جوائح الأمراض في الحيوانات والطيور. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بمصر والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية بشأن مشروع المعرفة المائية. كما وافق المجلس على منح الرخصة الذهبية لعدد 8 مشروعات استثمارية، من بينهم مشروع تنفذه شركة مصر للهيدروجين الأخضر، ويتمثل في إنتاج الهيدروجين الأخضر من محطة إنتاج بقدرة 100 ميجاوات بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ويوفر المشروع فرص عمل لنحو 100 عامل بتكلفة استثمارية تبلغ 135 مليون دولار. شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة. بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب محمد عز الدين قائد المنطقة الغربية العسكرية، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل القوات المسلحة. وفي نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي لكافة العناصر المشاركة بالبيان، مقدما لهم الشكر على ما يبذلوه من جهود ومشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان. كما قام رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالمرور على عدد من ورش وهناجر الدعم الفني للاطمئنان على الحالة الفنية للأسلحة والمعدات والمركبات.
تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي. وتمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 785 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 869 طن مواد غذائية وغير غذائية. ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 103 أطنان. وفي مجال حجب الأرز الشعير والأبيض والبيع بأسعار بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض تم ضبط قرابة 709 أطنان. وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 57 طنًا. وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط 10 أطنان من الأسمنت. وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 955 قضية، من بينها 205 قضايا خبز نقص الوزن و198 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. استمرارا لجهود التصدي للجرائم التي تضر بالاقتصاد الوطني، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط تشكيل عصابي لقيامه بالإتجار بالماس والأحجار الكريمة المهربة، كما نجحت في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتقليد العملات الوطنية والأجنبية. في إطار تصدي الأجهزة الأمنية لجرائم التهرب الجمركي، تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة والإسكندرية لقيام عناصره بالإتجار بالماس والأحجار الكريمة والمصوغات الذهبية غير المسدد عنها الضرائب والرسوم، فضلاً عن بيعها بالنقد الأجنبي بالمخالفة للقانون. وبحوزتهم تم ضبط أكثر من 597 قيراطا من فصوص الماس و23 قطعة ألماس وقرابة 3 كيلوغرامات مشغولات ذهبية وأحجار كريمة، وقدرت القيمة السوقية للمضبوطات بأكثر من 23 مليون جنيه، بينما قدرت الرسوم الجمركية للمضبوطات ب 46 مليون و500 ألف جنيه. واستمرارا للجهود الأمنية المبذولة لمكافحة جرائم تقليد العملات الوطنية والأجنبية، استهدفت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني ومديرية أمن الجيزة عنصراً إجرامياً بمقر إقامته والذي يتخذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي في تقليد وترويج العملات الوطنية والأجنبية بخاصة الدولار الأمريكي بكافة فئاتها، كما يقوم بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي شراء الدولار الأمريكي خارج نطاق السوق المصرفي عن طريق إيهامهم امتلاكه ملايين الدولارات ورغبته في بيعها لهم بسعر أقل بكثير من السعر الرسمي. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبطه وبحوزته 4 ملايين دولار أمريكي مزورة ومعدل التزوير فئة 100 دولار ومليون وثلاثمائة ألف جنيه من فئة 200 جنيه مقلدة، وأربع سبائك ذهبية اللون عليها شعارات فرعونية مقلدة. كما تم ضبط الأدوات والمواد المستخدمة في عملية التزوير وسلاح ناري وسيارتين، وأقر بتحقيقه ثروة من وراء نشاطه الإجرامي تقدر بعشرين مليون جنيه عبارة عن سيارات وعقارات وإيداعات بنكية. وعلى صعيد التصدي لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط ثلاثة تشكيلات عصابية بسوهاج قام عناصرها بالاستيلاء على أكثر من 5 ملايين و500 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال التجارة مقابل أرباح متفق عليها، امتنعوا عن سدادها وكذا سداد أصول المبالغ المستولى عليها. كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صيدلي وصاحب مركز تجميل بالقاهرة مطلوب التنفيذ عليه في قضية تهريب نقد أجنبي والمقضي فيها بغرامة مالية مستحقة بإجمالي مبالغ مالية 24 مليون و500 ألف جنيه. We'll be right back.
أعلن البيت الأبيض أنه لا توجد مؤشرات على أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستنتهي بحلول نهاية العام الجاري. يأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه روسيا عملياتها العسكرية المستمرة منذ 10 أشهر. وأوضح البيت الأبيض أنه لا يمكن تأكيد تقديم نظام باتريوت لأوكرانيا خلال حزمة المساعدات المقبلة التي ما زال العمل يجرى عليها. أعلنت الرئاسة الأوكرانية الإفراج عن 64 أوكرانيا وأمريكي واحد في تبادل أسرى بين كييف وموسكو. هذا وأكد مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندري بيرماك أن المفرج عنهم جنود من القوات المسلحة الأوكرانية قاتلوا في منطقتي دونيتسك ولوهانسك. وأوضح بيرماك أنه خلال عملية التبادل تمت استعادة 4 جثامين كذلك. نفى الكرملين وجود مناقشات على جدول الأعمال حول إجراء هدنة في أوكرانيا بمناسبة اقتراب احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إنه لم يتم تقديم أي اقتراح من قبل أي طرف بخصوص إجراء هدنة في أوكرانيا. حافظت وكالة الطاقة الدولية على توقعاتها بارتفاع معتدل في الطلب على النفط هذا العام والعام المقبل، ويأتي ذلك وسط توقعات أن يتجه الاقتصاد العالمي نحو الركود وفقا لتقريرها الشهري الذي أصدرته الوكالة. هذا ومن المتوقع أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا في عام 2022. أكد الاتحاد الأوروبي التزامه بالاستثمار بكثافة في جنوب شرق آسيا. جاء ذلك خلال قمة في بروكسل مع أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان، تستهدف إلى إعادة ربط أوروبا بالمنطقة التي أصبحت الشريك التجاري الرئيسي للصين. وأكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أن نحو 10 مليارات يورو من أموال الاتحاد مخصصة للاستثمار في دول المنطقة، وتم إعداد قائمة بالمشاريع للقمة. نظمت مديرية الصحة والسكان بالبحيرة قافلة طبية علاجية مجانية بمركز طبي ناصر بدمنهور تستمر على مدار اليوم ويوم الغد، وذلك ضمن فعاليات مبادرة حياة كريمة بمحافظة البحيرة. وقدمت القافلة خدماتها ضمن 13 عيادة تشمل مختلف التخصصات الطبية لأكثر من 800 حالة بالمجان خلال الساعات الأولى. نظمت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع كلية الآداب جامعة الفيوم ندوة توعوية تثقيفية لتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة. وأكد عميد كلية الآداب بجامعة الفيوم طارق عبد الوهاب على أهمية العمل الجاد والإخلاص في العمل التطوعي وما له من أثر إيجابي يعود على الفرد والأسرة والمجتمع، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل المبادرة الرئاسية حياة كريمة وما تشهده مصر من نهضة شاملة وتنمية في مختلف المجالات. هذا وقد حث الطلاب والطالبات على ضرورة بذل الجهود والعمل والاجتهاد في رفعة الوطن وسلامة أراضيه.
وشهدت الندوة إقبال عدد كبير جدا من الطلاب اللي كانوا راغبين في التعرف على أهداف المبادرة، وخصوصا إن احنا بنتكلم على عدد كبير جدا من الطلاب موجودين في القرى، فهم عايشين بالفعل واقع هذه التجربة أو أكبر مشروع تنموي موجود على أطلقته الدولة في الفترة الأخيرة، بداية من المؤتمر الوطني للشباب اللي انعقد في 2019 واللي أطلق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي هذه المبادرة. الطلاب كان عندهم شغف كبير جدا وعندهم اهتمام كبير جدا لمعرفة إيه هي القرى وإيه أهداف المبادرة وإزاي يتطوعوا. ندوة انقسمت لثلاث محاور، كان الجزء الأول منها بنتكلم مع الشباب عن مبادرة حياة كريمة، حجم الأعمال في المرحلة الأولى اللي كانت في مركز يوسف الصديق وإتصا داخل الفيوم، حجم المشروعات اللي جاوزت 1320 مشروع وميزانية قاربت من 15 مليار جنيه. الجزء الثاني كان تعريف بمؤسسة حياة كريمة، المحاور اللي بتعمل عليها المؤسسة، سواء كان الاهتمام بالمرأة، المعيلة والغريمات، الاهتمام بكبار السن، ذوي الهمم، الأطفال، تمكين الشباب اقتصاديا، توعيتهم وإشراكهم في الحياة المجتمعية. وده ينقلنا كان للموضوع الثالث، هو دعوة للتطوع. مؤسسة حياة كريمة بتضم 36,000 متطوع. حضرت ندوة بتاعت حياة كريمة واستفدت منها كتير، وحابة بصراحة أتطوع فيها عشان هي هتضيف حياة كتير جدا، وأنا أتمنى أن أنا أتطوع فيها وكل الشباب طبعا، لان احنا عايزين اكيد نطور كل الكرة اللي عندنا يعني. نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تعرض تلقي تطعيم شلل الاطفال مع تلقي بعض اللقاحات الاخرى. هذا واوضح المركز الاعلامي لمجلس الوزراء على امل وفاعليه تطعيم شلل الاطفال مع امكانيه تلقيه بشكل طبيعي مع اي لقاح اخر، سواء في ذات وقت تلقيه او قبله او بعده، دون الحاجه لاي فترات زمنيه فاصله، دون وجود اي خطوره او تعرض بينهما، حيث يؤدي كل منهما وظائفه الخاصة به. أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة أن الأوضاع أصبحت طبيعية بالمحافظة، واعتبارا من يوم السبت القادم لا تنسيقات في إدخال المأكولات وجميع المنتجات إلى المحافظة. وأضاف المحافظ على هامش ختام مبادرة مناهضة العنف ضد المرأة أنه سبقت الموافقة على فتح محطات الوقود وإدخال الزيوت بصفة مستمرة. هذا وقد تم تقديم طلب للأمانة العامة لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية بإلغاء التنسيقات على إدخال جميع المنتجات إلى المحافظة، وتمت الموافقة. وأعلن المحافظ أنه تم تنفيذ حملة لمناهضة العنف ضد المرأة خلال 16 يوما اعتبارا من يوم 24 من نوفمبر الماضي، حيث تم تنفيذ الفعاليات طبقا لما هو مقرر على مستوى العالم. والآن وقفة مع أخبار المال والأعمال. بقى من الأخبار الاقتصادية بصحبة فاطمة خليل، إليك فاطمة. شكرا محمد عبدو، شكرا دينا فكري، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. وافق رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه بالعاصمة الإدارية على مشروع القرار الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 87 لسنة 2022 بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج. يأتي ذلك استجابة لما تمت إثارته من جانب بعض المصريين المقيمين بالخارج من رغبي استيراد السيارات، وسعيا لمنح المزيد من التيسيرات بما يحقق الأهداف المنشودة. ونص تعديل القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معافاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة طبقا لشروط والأحكام الواردة بالقانون وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق والمحدد وفقا لفئة السيارة بجداول محددة يحول من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه بالمادة الرابعة من هذا القرار، بالإضافة إلى كشف الحساب البنكي المنصوص عليه بالمادة رقم 4 من هذا القرار.
وقعت شركة ابدأ الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية عقد اتفاق مساهمين مع إحدى الشركات التابعة لمجموعة كوبرسي الإسبانية العالمية، وذلك لإنشاء أول مصنع لتصنيع صمام أمان الغاز في مصر. هذا وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع ب 15 مليون صمام بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 7 ملايين و 600 ألف دولار. تعد الشركة الإسبانية واحدة من كبرى الشركات العالمية في مجال تصنيع صمامات أمان الغاز، ومن المقرر افتتاح المصنع خلال شهر أبريل المقبل بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك لتعزيز دوره في توطين الصناعات الحديثة وتقليل الفجوة الاستراتيجية. في سوق المال أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي مدفوعة بمشتريات مصرية وسط تداولات مرتفعة وربح رأس المال السوقي نحو 13 مليار و800 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 984 مليار و744 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات قفز مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 15378 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 1.99% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة. صعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 4247 نقطة. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط على خلفية اضطرابات في الإمدادات، ارتفعت العقود الأجل الخام برانت بنسبة 1.5% لتصل إلى 80 دولارا و50 سنت للبرميل. صعدت العقود الأجل الخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.2% مسجلة نحو 75 دولار و12 سنت. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 2.53% لتصل إلى 3 دولارات و10 سنتات للتر، كما صعدت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 6.35% لتسجل نحو 7 دولارات و9 سنتات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وافقت المفاوضات الأوروبية بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء على خطة ألمانية بقيمة مليار و800 مليون دولار أو يورو لدعم نشر البنية التحتية لمحطات الشحن عالية الطاقة للسيارات الكهربائية، بما يسهم في تحقيق أهداف الصفقة الأوروبية الخضراء. أكدت المفاوضات أن الخطة تهدف إلى إنشاء شبكة من البنية التحتية عالية الطاقة للمركبات الكهربائية في المناطق الحضرية والضواحي الريفية في ألمانيا من أجل تشجيع التحول نحو التنقل الكهربائي. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لدينا ومحمد لاستكمال ما تبقى من التاسعة. شكرا لك فاطمة. توصل الاتحاد الأوروبي للاتفاق النهائي بشأن فرض ضرائب على الواردات بحسب نسبة الغاز الدفيئة التي تنبعث من جراء تصنيعها، فضلا عن إدخال لائحة تغير المناخ للمرة الأولى في قواعد التجارة العالمية. وأكد الاتحاد الأوروبي أن الاتفاق ينهي أكثر من عام من المفاوضات بين الحكومة الوطنية الأوروبية والبرلمان الأوروبي، ومن المتوقع أن يتبناها الاتحاد الأوروبي خلال الأسابيع المقبلة. والآن موعد وقفتنا الرياضية في نشرة التاسعة. وعودة مرة أخرى إلى فاطمة خليل. إليك فاطمة. شكرا دينا، شكرا محمد، وأهلا بكم مجددا مشاهدينا، وهذه الجولة الرياضية. We'll be right back.
يخوض المنتخب المغربي الآن مواجهة تاريخية أمام نظيره الفرنسي بطل العالم على استاد البيت ضمن نصف نهائي مونديال 2022. انتهى الشوط الأول بتقدم الديوك بهدف واحد، وحقق المغرب تأهلا تاريخيا إلى المربع الذهبي بعد فوزه على البرتغال بهدف دون رد في دور الثمانية، ليصبح بذلك أول منتخب عربي أفريقي يحقق هذا الإنجاز. يسعى منتخب ديوك فرنسا للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثانية توليا والثالثة في تاريخه بعد نسختي 1998 و2018. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العاصمة القطرية الدوحة لمؤازرة منتخب بلاده في المباراة الحاسمة أمام المغرب في مباراة نصف نهائي المونديال. قام الرئيس الفرنسي بجولة تفقدية للسوق واقف عقب وصوله الدوحة. لمزيد من المتابعة حول المتابعة الجماهيرية لمباراة المنتخب المغربي أمام نظيره الفرنسي في نصف نهائي المونديال، ينضم إلينا زميل محمود جميل من أحد تجمعات متابعة المباراة بالقاهرة. محمود، إليك محمود، وصف لنا الأجواء لديك الآن ومدى اهتمام الجمهور المصري بمتابعة ومشاهدة هذه المباراة التاريخية بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي. إليك محمود. نعم فاطمة، برحب بك وبكل السادة المشاهدين. بالطبع اهتمام كبير جدا بمتابعة هذه المباراة التاريخية كما تحدثت من الجالية المغربية ومن الجمهور المصري. هناك يعني إجماع على الروح التشجيعية الكبيرة التي تواجدت هنا لمؤازرة المنتخب المغربي ليتحقق الحلم العربي الإفريقي بإن شاء الله صعود المنتخب المغربي لنهائي كأس العالم. انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الفرنسي بهدف على نظيره المنتخب المغربي، لكن الأمال ما زالت موجودة، الروح التشجيعية ما زالت موجودة، الهتافات ما زالت موجودة لدى الجمهور المصري والعربي. يعني أيضا شوارع القاهرة تحولت وكأنها يعني شوارع كازابلانكا والرباط وأيضا قطر في التشجيع ومؤازرة منتخب المغرب. بالتأكيد هي مباراة صعبة لكن مباراة تاريخية، الجماهير هنا تعول على كل النجوم الموجودة في المنتخب المغربي. إذا كنا نتحدث عن حارس المرمى بونو الذي يعني لم تهتز شباكه سوى بهدفين، الهدف الثاني كان اليوم، ولكن أيضا هناك آمال كبيرة على يعني تحقيق الفوز في خلال الشوط الثاني، أيضا يعني على يعني لاعبين آخرين في المنتخب المغربي. الجمهور المغربي والمصري هنا يعولون على يعني تألقهم خلال الشوط الثاني لتحقيق هذا الحلم بوصول منتخب المغرب لنهائي كأس العالم. أيضا هنا يعني داخل هذا المكان الذي نتواجد به هناك روح يعني حماسية شديدة، ولكن هناك أيضا ترقب نظرا لصعوبة المباراة ونظرا أيضا لأن كلا الفريقين يريدون يعني أن يحققوا يعني الإنجاز التاريخي، سواء المنتخب المغربي ليكون هو المنتخب العربي والإفريقي
الصعود إلى كأس إلى نهائي كأس العالم أو المنتخب الفرنسي لتحقيق اللقب مرة أخرى في خلال يعني كأس العالم 2022. لكن الجميل هنا في هذا التجمع هو مؤازرة يعني الشعب المصري للشعب المغربي، وأنها مباراة عربية إفريقية. الكل يتمنى اليوم فوز المنتخب المغربي بهذه المباراة، وسننتظر خلال الشوط الثاني بأن يكون هناك يعني تألق كبير لمنتخب المغرب بمشيئة الله لتحقيق الفوز، وأيضا إبراز الفرحة على وجوه الجماهير المصرية والمغربية الذين تواجدوا على قلب عربي واحد لتشجيع المنتخب المغربي. أجواء احتفالية، أجواء حماسية، وأجواء أيضا ترقبية للانتهاء إن شاء الله بالفوز والفرحة للمنتخب المغربي. هذه هي الأجواء هنا، والعودة إليك فاطمة مرة. شكرا الزميل محمود جميل، كنت معنا من داخل أحد تجمعات مشاهدة ومتابعة المباراة التاريخية بين المنتخب المغربي وأيضا نظيره الفرنسي. شكرا جزيلا لك محمود جميل، كنت معنا، وأيضا كل التوفيق وكل الأماني للمنتخب المغربي اليوم، ونتمنى له الفوز. يتغيب الألماني توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عن حضور المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ نسخة عام 1986 بالمكسيك، وذلك بعد إصابته مؤخرا بفيروس كورونا المستجد. وقال باخ إنه كان يخطط للسفر إلى الدوحة لحضور نهائي المونديال على استاد لوسيل، لكن الأطباء نصحوه بالراحة. نجح فريق غزل المحلة في العودة بعد تأخره بهدفين في الشوط الأول والفوز على فريق طلاء الجيش بثلاث أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على استاد غزل المحلة في انطلاقة مباريات الأسبوع السابع للدوري الممتاز. بهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 16 نقطة، بعد أن خاض سبع مباريات حقق خلالها الفوز في خمسة لقاءات وتعادل في مباراة وهزم في مثلها، فيما يحتل فريق طلاء الجيش المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد سبع نقاط، بعد أن خاض سبع مباريات حقق خلالها الفوز في مباراتين وتعادل في مباراة وهزم في أربع مواجهات. ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الممتاز لكرة القدم تقام غدا أربع مباريات، هي أسوان أمام سيراميكا كليوباترا، والاتحاد السكندري في مواجهة فاركو، والداخلية مع سموحة، والمقاولون العرب أمام إمبي. حققت سارة سمير لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال إنجازا تاريخيا ببطولة العالم المقامة حاليا في كولومبيا بفوزها بثلاث ميداليات ذهبية، وفازت الرابعة المصرية بذهبية الخطف بعد نجاحها في رفع الثقل قدره 113 كيلوغرام، كما توجت بذهبية النتر والكلين بعد رفع 148 كيلوغرام، وضمنت سارة ذهبية ثالثة في منافسات المجموعة بقيمة 261 كيلوغرام. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الرياضية، عودة مرة أخرى لدينا ومحمد لاستكمال ما تبقى من التسعة. شكرا لك فاطمة. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان أحمد راتب صاحب البسمة التي اقترنت بجميع أعماله الكوميدية المتميزة، فهو سامح في سك على بناتك، وعماد في هند والدكتور نعمان، وهو السحت في المال والبنون. مسيرة فنية قوامها عشرة الأفلام والمسلسلات والمسرحيات، نستعرضها في التقرير التالي. صانع البسمة الساخرة وضمير المتكلم في العديد من الأعمال الدرامية الخالدة في ذاكرة المشاهد، صاحب الأدوار السهلة الصعبة سامح في سك على بناتك، والموسيقار محمد الأصبجي في مسلسل أم كلثوم، إنه الفنان القدير الراحل أحمد كمال الدين راتب الشهير بأحمد راتب. إحنا عملنا عمل عظيم،
هنعمل ايه اكتر من كده؟ ولد راتب في حي السيدة زينب بالقاهرة في عام 1949، والتحق بكلية الهندسة، وهناك مارس شغفه الأكبر وهو التمثيل، فصار عضوا في فرقة التمثيل بالجامعة، والتحق بعدها بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وكانت بدايته في التلفزيون ومسرح الطليعة، ثم انطلق بعدها لعالم السينما. اشتهر أحمد راتب بأدواره المركبة مثل دوره في بدايته بمسلسلي غوايش والعائلة، ودوره الكبير في مسلسل المال والبنون في شخصية السحت. ولم يكتفي أحمد بأدواره الصعبة، بل انطلق إلى عالم الكوميديا ليقدم العديد من الأدوار خفيفة الظل، مثل دوره في مسلسل هند والدكتور نعمان وغيرها من الأعمال التي تركت بصمة كمدرسة كوميدية قائمة بذاتها. بعدها انضم أحمد راتب لكتيبة صديقه الفنان عادل إمام ليقدم سويا أشهر وأجمل الأفلام والمسرحيات، ومنها الإرهاب والكباب والزعيم وطيور الظلام والسفارة في العمارة. كما قدم راتب للسينما أشهر وأبدع الأدوار في فيلمي البريء وللحب قصة أخيرة، واللذين صنفا من أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، ليصبح رصيده 33 و100 فيلم سينمائي و600 مسلسل تلفزيوني و25 مسرحية. وبعد مسيرة حافلة، توفي أحمد راتب في 14 من ديسمبر من عام 2016 عن عمر ناهز 67 عاما إثر أزمة قلبية، تاركا خلفه ثروة فنية عظيمة. والآن وقفة مع أخبار الطقس والأحوال الجوية تستعرضها لنا فاطمة خليل. إليك مرة أخرى فاطمة. شكرا محمد، شكرا دينا، وأهلا بكم مشاهدينا. ووقفة أخيرة مع أحوال الطقس. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومائل للبرودة في أول الليل، بارد في آخره على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، والبداية دائما من القاهرة: العظمى 25، الصغرى 17، الإسكندرية 25-13، مطروح 25-13، بورسعيد 23-14، إسماعيلية 25-14، وجوها معتدل. أما بالنسبة للسويس 24-14، العريش 23-14، طابة 22-15، شرم الشيخ 26-17، الغردقة 27-16، وجوها أيضا معتدل. في الأقصر 26-13، أسوان 28-13، الوادي الجديد 26-9، شلاتين 27-19، حلايب 25-19، وجوها أيضا معتدل. والآن نستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. مشاهدينا نبقى الآن مع لقطة اليوم.
انتهت نشرة التاسعة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. خلال لقائه عددا من قيادات الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي، الرئيس السيسي يؤكد الحرص على التواصل مع دوائر صنع القرار بالولايات المتحدة. الرئيس السيسي يؤكد موقف مصر الثابت في التوصل لحل عادل وشامل يضمن حقوق الفلسطينيين وفق المرجعيات الدولية. رئيس الوزراء يعلن أسبوعين مهلة للمنافذ التجارية لوضع أسعار السلع بوضوح، وإجراءات عقابية حاسمة ضد المخالفين. وصلنا إلى ختام نشرة التاسعة، ولكن هواء التاسعة ما زال متواصلا مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. ازيك يا دينا؟ ازيك يا محمد؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ الماتش اخباره ايه؟ 1-0 فرنسا. 1-0 فرنسا. يا اخي مصر كلها اللي ليه في الكوره واللي زي حالاتي ملوش، قاعدين مستنيين ان المغرب تكسب باي شكل. الشوط الثاني هتكسب. الشوط الثاني يا رب يعوضوا ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. يا رب يكون يوم نصيب. انا بفرح قوي لما الاقي فيه تضافر عربي كده في الحاجات اللي زي من النوع ده بشكل عام. اي تضافر عربي بقى فرح. هم عملوا انجاز تاريخي يعني. اول فرقه عربيه افريقيه تصل للربع النهائي، دي حاجه عظيمه جدا. وعلى راي دينا فعلا هم يستاهلوا. لعبوا حلو في الماتشات اللي فاتت وجابوا نتائج مبهره وغير متوقعه وبعدين صح اول فرقه عربيه توصل انها تبقى من التوب فور. صح يعني. ف حاجه عظيمه ان شاء الله خير. مين عارف مش يمكن يبهرونا ويجيبوا البطولة. محدش عارف برضه، ده ربنا كبير. على كل قاعدين كلنا مترقبين منتظرين، قلوبنا مع المغرب عشان بس نبقى متفقين كده من بدايتها. قلوبنا مع المغرب ان شاء الله. شكرا يا دينا وشكرا يا محمد، واستأذنكم بقى احنا نتوكل على الله ونبدأ البرنامج.